هذه المشاركة الخامسة ولله الحمد للمؤسسة. تشارك نفس في هذا المنتدى في مبادرة مجلس الشباب. كما تعلم أن دافوس أو منتدى الشباب العالمي هو منتدى لكبار الشخصيات العالمية ومتخذي القرار من حول العالم من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية والمؤسسات المجتمعية. نحن نشارك في صوت مختلف في هذا المنتدى وهو صوت الشباب. نحمل أصوات الشباب من حول العالم وبالتحديد من المملكة العربية السعودية ليدخل هذا الصوت ويشارك في صناعة القرار العالمي. جميل. يعني أبرز الحوارات المتوقعة أن تدور، يعني سواء اللي بدأت من الأمس أو اللي راح تكون خلال الأيام الثلاثة القادمة، وشي أو حول ماذا تتمحور؟ إحنا بدأنا حوار في الرياض في منتدى مدك العالمي في الرياض في نوفمبر الماضي حول فكرة هي تتمحور حول جيل التغيير، وهو الجيل الذي يتحمل مسؤولية تجاوز التحديات العالمية الكبيرة. جيل التغيير هو عبارة عن فكرة أو concept يتضمن ويشارك فيه كل الأجيال السابقة والحالية. كما تعلم في أجيال مختلفة تصنف يعني في بحسب الزمان وحسب وقت ولادة الإنسان، مثلا جينيريشن اكس، جينيريشن واي، جينيريشن الميلينيال. هذول الجينيريشنز او الاجيال كلها تشارك في جيل واحد اللي هو جيل التغيير. هذه الفكرة اللي بدأت في الرياض حملناها من الرياض، حملنا هذه التحديات اللي سمعناها في الرياض، حملنا هذه الأفكار اللي سمعناها في الرياض، حملناها إلى دافوس يعني نحدد بعض المحاور اللي نناقشها مع القادة اللي يزورونا في جناح مسك. نعم مهندس، أنا ما أبالغ إذا قلت أنه مسك اليوم من أقوى المؤسسات والجهات اللي تؤهل الشباب وتمكنهم. كيف كانت خطوات تأهيل الشباب المشاركين اليوم في دافوس سواء من خلال البرامج السابقة أو اختيارهم لتمثيل المملكة والمشاركة في هذا المؤتمر؟ أولا نحن نثق في شبابنا، في شبابنا في المملكة، من شبابنا وبناتنا في المملكة ثقتنا فيهم كبيرة جدا، وهذا جزء كبير من ثقة هؤلاء الشباب بنا. فلذلك المشاركة وعدد المتقدمين ببرامجنا هي يعني أعداد كبيرة جدا. فنحن نختار من هؤلاء المتقدمين أفضل المتقدمين للبرامج اللي تخصهم وتفيدهم. على سبيل المثال إذا لقينا مثلا أفضل المتقدمين هم متميزين في اللغة أو متميزين في طرح الحلول أو متميزين في التفكير المنطقي أو التحدث في المستويات العالمية، فهؤلاء الأشخاص نأخذهم ويعني نشتغل معهم على تنمية المهارات تمكينهم اللي بيكونوا في إن شاء الله يعني منطقة أقوى وبمهارات أكبر.